وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كم بيننا وبين عرش الرحمن جل جلاله، سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله، كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ فقال: دعوة صادقة من قلب صادق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فالقلوب الصادقة والأدعية الصالحة العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. فإذا ألهمك الله الدعاء فقد أراد لك الإجابة، وإنما علمنا الله الطلب ليعطينا. لو لم ترد نيل ما نرجو ونطلبه من فيض جودك ما علمتنا الطلب، واعلم أنه على قدر ثقتك بالله يعطيك الله ما تتمنى، فلا مستحيل مع الله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وهذه تجربة عمرها 57 سنة، يقول فيها الرازي رحمه الله: ما عولت في أمر من الأمور على غير الله إلا كان سببا للبلاء والشدة والمحنة والرزية، ولا عولت في أمر من الأمور على الله إلا حصل لي ذلك الأمر على أحسن الوجوه. وأعظم من هذه التجربة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وتوسل إلى الله بدعوة زكريا وقل: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فأهل الدعاء لا يعرفون الشقاء، فقل: يا رب عودتني الإجابة. فمن أعظم ما يستدر به رحمة الله التوسل بالدعوات التي استجابها الله. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قرأها عمر بن الخطاب فقال: اللهم إن كتبت عمر في الأشقياء فامحها، واكتب عمر في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله فاعله، وأقرع أبواب السماوات راجيا عطاء كريم قط ما خاب سائل. إذا سدت الأبواب ألقيت حاجتي إلى قاضي الحاجات غر النوائل. ويا ساهرا والليل أضناك طوله، وأضناك ما أضناك في القلب شاغل. إلى من يحوم الطرف يمنى ويسرة، وربك فوق الكل ما خاب سائله.